السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنتكلم دلوقتي على منصة بتسمح لنا بتبادل المعلومات بين البرامج اللي بتعمل بيم. هو اسمه 3D ريبو. هنشوف دلوقتي ازاي نعمل جروب. هاجي انا اقول له جروبس واقول له شيل واحد جديد واختار الاسم اللي انا عايزه والديسكريبشن اللي عايزها وابدا اعلم على العناصر. مثلا علمت على الاربع عناصر دول واقول له انا عايز مثلا دول ياخدوا مثلا لون معين مميز، تمام. وبعد كده هاجي هنا اقول له اعمل لي جروب تاني وابدا اعمل سيلكت على العناصر اللي انا عايزها واروح مسيف بالشكل دوت. ممكن في اي وقت تعلم على عناصر تانية، تمام، وتروح مسيف خلاص يتعمل لهم updated. دلوقتي هرجع كده دلوقتي اقول له انا عايز جروب 1 يعلم على دول، جروب 2 يروح معلم على الحاجات اللي انا جبتها في الاخر. اقدر اقول له ايزوليت يعني اخف كل عنصر ما عدا الحاجه اللي انا عامل عليها دلوقتي، او اقول له انا عايز اوفررايد، عايز ابدا الون. لو عايز اظهر كله اقول له هنا بقى تقدر تعمل سيلكت تقول له هايد، تقول له ايزوليت، شو اقول يبدا يظهر كل العناصر. جروب 1 تقدر تدخل وتعدل فيه، تقدر تيجي هنا تقول له ديليت، تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اضيف جروب اخر، تقدر تقول له ديليت اول. كل ده بيسهل على شغل ان هو بيعمل جروب للعناصر اللي بينهم.